وحشتيني وحشتيني. اخبارك ايه؟ الحمد لله كويسه. بقولك ايه، انت شفتي حصل لي ايه امبارح؟ شفتي حصل لي ايه امبارح؟ انت عارفه ان انا رحت، عارفه اسمها ايه دي؟ اسمها ايه؟ نيفين، عارفه نيفين؟ رحت لها، تخيلي بقى، رحت قعدت اخبط على الباب، اخبط واخبط، اخبط واخبط على الباب، مش راضي تفتحلي، مش راضي. وعلى فكره انت عارفه حاجه، ان انا متاكده انها كان جوه، انا متاكده ان هي كانت جوه انت في ايه مالك؟ متاكده ان هي كانت جوه. انا بقى عمري ما هكلمها تاني، عمري في حياتي ما هكلمها تاني. هي مالها؟ هي مالها؟ هي راحت فين؟ لا طبطبي عليها شويه كمان، لا لا لا، والنبي ارزعيها شويه كمان. يا جماعه يا جماعه، ما يصحش كل اللي حصل ده، ما يصحش. اولا انت داخله عليها، ما الكنبه واسعه، ما تقعدي هنا، ما تقعدي ليه بتلزقي فيها؟ غلط يا جماعه، ما ينفعش، حتى لو اختك، حتى لو مامتك، ما ينفعش تيجوا تلزقوا في الناس كده. اولا دي قله ذوق جدا، زائد ان اوقات مثلا ممكن نبقى جايين من بره عرقانين اي حاجه، اي حاجه، ما فيش حد يجي يلزق، فلازم يكون في مساحه ما بيني وما بين اللي جنبي. ده اول حاجه. تاني حاجه، ما ينفعش نلمس اي حد، يعني انا ما بتكلمش راجل وست ولا بنت وبنت، ما ينفعش تقعدي تخبطي على اللي جنبك او تلمسيها اصلا. وبعد كده احنا بنتكلم ببقنا، احنا مش بنتكلم بايدينا، الحركه دي استفزازيه قوي. ناس كتيره يا جماعه بيكونوا بعد ساعات قاعدين في قاعده، و يعني بنبقى قاعدين مثلا في قاعده، اوكي، والانتباه مش جاي علينا، اوكي، الانتباه رايح على ناس تانية، فانت عايزه تخشي في الموضوع، فعشان بتخشي في الموضوع فبتقومي ايه حاطه ايدك على اللي جنبك، او تقولي لها بصي 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 بصي، استني استني، ما ينفعش يا جماعه خالص. حتى لما احنا بنبقى قاعدين في قاعده وانت حاسه نفسك مش متكلمه ومش عارفه تتكلمي او حاجه، بتستني لما الناس تسكت، ما سكتوش خلاص لو ما عرفتيش تخش في الموضوع. بس ان احنا نستخدم ايدينا غلط ومرفوض تماما يا جماعه. حاجه تانية برضو عايزه اقولها لكم، للاسف الناس اللي بتعمل الحركات دي ما بتبقاش واخده بالها. فانت لو حد لفت لك نظرك انك فعلا بتعملي الحركه دي، ان انت بتتكلمي بايديكي بدل ما يعني بتتكلمي بقك طبعا وايديكي مع بعض، لازم تنتبهي ليها، ولازم يعني عارفه حتى وانت قاعده ابقي افضلي حاطه ايديكي في بعض كده، علشان ما تستخدميش ايديكي وتقعدي ترزعي يمين وشمال في اللي جنبك. وتاني واخر حاجه، ارجوكوا يا جماعه في كل حاجه لازم يكون في مساحه، ما ينفعش اجي الزق جنب حد، سواء وانا قاعده، سواء وانا واقفه في طابور، سواء وانا بعمل اي حاجه، ان احنا نلزق في اي حد حتى لو بيني وبنت.